اعتبار خيال هوايات. يلا خيال وين العدي خيال؟ وين خيالك؟ هنا ولا بفر بلا عدي؟ باسل ان شاء الله انا بشد حالي وانتم ديو. ربما هو مجهول حتى اليوم، وان فاز بالمرتبه الاولى سوف لن يكون مجهولا. يلا يا شباب خمس دقائق باقي الخيل تفوت، معنا مجهول ومعنا ابن الرشيد في الميدان. هذاك ربي الصخرة لا اللي غاد. سامع شي بوك الليل. ما شاء الله دخول تحدي واضح لابن برق البريق الغني عن التعريف برق الصخرة. هو أخذ العام بطل كفرمندا خمرة، صاحب بطولات كثيرة في الموسم الماضي، واليوم في أول من انطلاقة له هذا الموسم سيكون مع شوط الدرجة الأولى شوط خروف العيد. وبصراحة بدون مجاملات هو أقوى المرشحين للفوز في هذا الشوط. برق الصخرة بسم الله ما شاء الله عنه. ابن الرشيد مجهول وبرق الصخرة. وين محمد العارف؟ مش راح يعدد. يلا طلع الصوت يا شباب. قبل إطلاق الشوط الأخير لا ننسى أن نشكر جزيل الشكر لنزيه كعبية مصور سباقات معروف وأبو الوديع حبيبنا الدائم هنا على تصوير ميدان قانا الجليل. أهلا وسهلا. يلا يا شباب الموجود يطلع. ما شاء الله على المجهول ابن الهرم حصان غاية الجمال، وهو صقر الحجيرات يحاول انتزاع الخروف الثالث كي نعطيه اسم جديد هنا في الميدان. إن انتزع الخروف الثالث راح أسميك ذئب الخرفان. إطار الموت فعلا. ظهران إطار الموت.
الجبل على فهوة ابن الرشيد إلى أبن رشيد الناصر والنوارة عوض غزال أبو راس المالك وتدريب اسطبلات أبو جبل. كما ذكرنا برق الصخرة تدريبات الاسطبل الأمريكي بقيادة المخضرم أكرم حجيرات وقبطان ابن سومبول مارك والأم أفريكانا المالك أبو الوديع المدرب شداد والخيال محمد العارف. الشوط السابع اخوي للدرجة الاولى شوط الكبار شوط العمالقة برق الصخرة ومجهول وابن الرشيد وقبطان برق الصخرة ومجهول وابن الرشيد وقبطان شوط خروف العيد الثالث. الخيول الان داخل جهاز الانطلاق ونحن بصدد اطلاق الشوط الاخير على بركة الله تعالى. انطلقت خيول الشوط السابع على بركة الله كومة واحدة ما شاء الله. قبطان وابن الرشيد وبرق الصخرة في المقدمة مجهول يراقبهم بجسمين من الخلف. الخيول ما زالت في المرحلة الأولى من السباق وقبل وصول الخيول إخواني خلينا نعرف نعلق على الشوط وحدا يقدم على الخط. الخيول الآن بين المنعطفين بل هي في المنعطف الأول برق الصخرة وابن الرشيد ما شاء الله ما شاء الله. برق الصخرة وابن الرشيد راس براس تدخل الخيول نحو المنعطف الأخير. برق الصخرة يتقدم نحو المرتبة الأولى وابن الرشيد لا يتنازل صراع قوي. يا سلام يا سلام ما بين برق الصخرة وابن الرشيد ومجهول وقبطان. برق الصخرة يتقدم لكل بكل قوة ابن الرشيد. برق الصخرة كقطار الموت نحو المرتبة الأولى وابن الرشيد في المرتبة الثانية. ما شاء الله ما شاء الله جيب الخرفان بالنور في هذا اليوم. على مستوى عالي جدا برق الصخرة ما شاء الله يفعل هنا في ميدان كفركنا ما فعله الأب الحصان الأب برق البريق. مبروك ألف مبروك لفرسان عشيرة الحجيرات مبروك لبيت الخرفان بنور. ولا ننسى أيضا ابن الرشيد الحصان العنيد الذي نافس حتى خط النهاية مع برق الصخرة البطل المعهود ابن البطل الكبير برق البريق. مبروك سنور مبروك اياس نقول لكم جميعا كل عام وانتم بخير رمضان كريم على الجميع. مبروك يا شباب مبروك لكل فرسان عشيرة الحجيرات مبروك لحسام ابو كنان. مرة أخرى مرة أخرى مبروك لأكرم حجيرات القائم على الطبل الأمريكي. الزمن القياسي في هذا المهرجان
دقيقة وخمس ثواني كما يعلمنا الحكم الأخراف التطور أبو محمد. فضل للتتويج ابن الرشيد صاحب المرتبة الثانية. ابن الرشيد وين راح؟ قبطان بالمرتبة الثانية. لا تأكد. الثانية. هاي مرتبة أصلا الرشيد بالأول. وين هو؟ لا تأكد. مبروك لعند غزال أبو راس. ألف ألف مبروك. تفضل توجهن يا باسل. مبروك شباب علوت، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله منافسة قوية وبشراسة. مبروك، الله يعطيك العافية أكرم. رمز للروح الرياضية للطبل الأمريكي. أهلا وسهلا فيكم هنا في ميدان الفروسية والأخوية. ميدان كفركنا.